الوكيل محمد علي توفيق يا فندم، ضابط تأمين الاسم والمسؤول عن تأمين الاسم يا فندم من الخارج. حضرتك انا ضابط حقوق الانسان بديوان الاسم، انا دوري ان انا بستقبل وبرصد الحالات الانسانيه المتردده على الاسم من كبار السن وذوي الهمم، بيتم تقديم المساعده اللازمه ليهم لتسهيل الاجراءات الخاصه بيهم اثناء تواجدهم بالاسم. انا المختص عن عرض النزلاء على النيابات والمحاكم المختصه والمسؤول عن صرف الوجبات المقرره، الوجبات الغذائيه المقرره لهم، بالاضافه لسيادتك التواصل مع النيابات في تنفيذ قراراتها على المدار اليومي وعلى مدار الساعه. تمام يا فندم. ايوه الوجبات ممكن اشوفها ولا؟ تمام يا فندم. ولا خلاص وزعتوها؟ لا يا فندم. تمام يا فندم. بشوف الوجبات. سيادتك والمباشرة أعمال النبطجية بفحص بلاغات المعتزلين وتوزيعها بالعرض على السيد رئيس الاتحاد. بالك أنا 25 سنة خدمة يا فندم. الأمين ياسر النجم يا فندم قوت الاسم. أيوة تعليمات يا فندم. تعليمات يا ياسر، أنا عايز أسمع منك. اتفضل. 25 سنة. 25 سنة خدمة. أه بالعكس. خدمت 10 سنين في السويس يا فندم. خدمت 5 سنين في شمال سيناء. أفضل خدمة كانت فين يا ياسر؟ افضل خدمه يا فندم السويس يا فندم. مش في شمال سيناء. السويس يا فندم. ليه؟ ليه؟ خدمت في السويس، خدمت في شمال سيناء وانا كنت لسه شباب، لكن السويس يعني كنت كبرت شويه. ما كانش في مشكله يعني. مشكله؟ ما كانش في شمال سيناء حاجه؟ لا ما كانش في حاجه فندم. طيب. تعالى. شكرا. حاضر. سيادة الأمين وحدة التحقيق المختصة بتلقي جميع شكاوى المواطنين. الله يسلمك. السلام عليكم. فندم رائد محمد علي محمد رئيس وحدة التحقيق بالاسم. سيادتك يا فندم، أنا المختص عن تلقي وفحص بلاغات المواطنين ووالدة وحدة التحقيق واتخاذ اللازم قانونا حالا بحالتها للنيابة العامة. أيضا سيادتك مكلف بتوجيه الرؤساء الدوليين للانتقال الفوري لفحص بلاغات الواردة عن طريق غرفة عمليات النيابة.